السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. واهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض توكه شعر، وهنعرف ازاي بتتخيط صح، وكمان يدوي، مش على مكنه، مش هتحتاجي مكنه فيها. وطبعا ممكن تعمليها مشروع وتخيطيها على خياطه يدوي برضو بالخيط والابره العاديه اهي. وكمان ممكن تعمليها من بواقي القماش. انا معايا حته القماشه دي زي ما انتم شايفين، مقاسها كده 12، في الطول بتاعها ده 60 سنتي. هطبق القماش كده على بعضه. باجي في النص كده، بصوا، معلم علامه كده، عشان الجزء ده هو اللي هسيبه مفتوح، وهخيط بقى من اول هنا. وهجيب الجزء ده كده و احط فيه الجزء ده كده، ونثبت الجزء اللي فيه الخياطة على بعض كده. ونخيطه. طبعا من الفتحة اللي انا سايباها من هنا دي. الخياطة من جوه، وكمان من هنا شايفين الخياطة مش باينة الجزء ده. هاجي بقى هنا في
في الفتحة اللي انا عاملاها دي، وهركب استك. الاستك ده 20 سنتي، بمسك الأستيك في ايديا كده وبتأكد بالطريقة دي، احط الأستيك هنا وانا ماسكاه. بحطهم على بعض بالشكل ده، بخيطهم. خيط بقى الجزء ده كده، بص خيطه بالطريقة دي. كده خلصت التوكه بالخياطه اليدوي، ما كانتش باين الخياطه اليدوي مش باينه فيها. كمان دي خياطه يدوي. تعمليها لنفسك في البيت، تعمليها مشروع بقصائص القماش، فضلات المصانع، تبقى مشروع ممتاز جدا ومش محتاج مكنة خياطة. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وكومنت جميل منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.